اليوم الوطني هي فرصة لتوحيد المجتمع القطري وتعزيز هويته بجميع أطيافه. احنا شهدنا في السنوات الأخيرة أن هذه الاحتفالية تجمع القائد وشعبه في احتفالية فريدة تستعرض الدولة إنجازاتها، ويتفاعل المواطنين والمقيمين بهذه الدولة مع هذا اليوم في احتفالية رائعة. شعار اليوم الوطني هي وحدتنا مصدر قوتنا، فهذه رسالة واضحة بأن يجب تبني هذه المقولة نعكسها في حياتنا اليومية من خلال تفاعلنا مع بعض في مجتمعنا. ودائما أنا أكد على موضوع أن بين المواطنين والمقيمين أيضا، لأن إحنا نكمل بعض، وسمو الأمير قالها في عدد من خطب أهمية المقيم في هذه الدولة اللي إحنا نرحب بالجميع في دوحة الجميع. وحدتنا مصدر قوتنا هو ليس شعار فقط، وإنما هو نمط حياة يجب أن نتبناه.